ينهمك ربيع الذي سكنه خريف الحزن في البحث تحت رماد يملأ أرضية قاعة الهيثم، علّه يجد أثراً لمن فقدهم. منذ وقوع الحادثة ولغاية اليوم لم يقطع أمله في العثور على دليل يوصله إلى وجهته المؤلمة. أكثر من 20 شخصاً لا زال مفقوداً غاية اليوم ولا أثر لهم على الإطلاق. كلها ماتت، منو يرجعها؟ 200 جثة مصابين، منو يرجعها؟ ايش ندور احنا؟ بنت خالتي والتسعة بيت حماها اختفوا، ثلاثة لقيناهم وستة ماكو لحد الآن. توقف الزمن عند تلك الليلة وتهشمت الأحلام، تهوى كل شيء، حتى الطفولة قتلت وعلقت على مسرح الفساد الذي خنق البلاد وأحاله إلى وطن كفيف يسير على غير هدى. باب متفحم في زاوية القاعة يروي لنا أحد الناجين ما حل خلفه. هذا الباب لو كان انفتح، مو بس كانوا طلعوا بالبداية، كانوا طلعوا الباقي، بس من الضغط والدفع صار بين العالم هذا الباب مقفل عليه، واحنا واقفين من برا نريد ندفع الباب، باب ما ينفتح، ما ينفتح الباب. والباب هذا من نوع جمر، ما تقدر تلزمه، جمر بيدك تقدر تلزمه؟ قمنا ندفع بأي شيء. هذا الباب الخلصوا منه، كانوا قاعدين هنا، بس كانوا قاعدوا بالأخير ما خلص. بعيدا عن مسرح الحادث، أثقلت لافتات النعي هذا الجدار الذي يغص بصور وأسماء أشخاص رحلوا إلى غير عودة منذ وقوع الكارثة. وهذا المسن يزور الجدار كل يوم، يتصفح الصور ثم يغادر مثقلا بالأحزان. لم تفلح المواساة والزيارات الرسمية في التخفيف عنه، جميعها استعراضية. يقول شعوري شعور صعب، يعني ايش شنو وظيفتك انت؟ شنو تخصصك هذول؟ كلهم اولادي. ليش؟ كلهم اولادي واولاد اولادي. يعني لو تصورت انه لو كان اولادي مدعوين على العزيمة كان راحوا كلهم. النسوان درست وابهاتهم درستهم، يعني أبهاتهم مدرسهم، مدرس أبهاتهم ومدرس أمهاتهم، تزوجوا وصاروا هذولا. ظاهريا يبدو الهدوء مسيطرا على هذا المكان، لكن صرخات عوائل الضحايا لا تزال مكتومة داخل صدورهم، فالذي جرى هنا يندى له جبين الإنسانية. فهل سيصحو ضمير الحكومة هذه المرة أم سيبقى في سباته كالعادة أمام الحوادث الكارثية التي تجري في العراق؟ من قضاء الحمدانية شرقي الموصل، محمد طلال، قناة زاغروس فضائية.